هذا المبادرة بديناها من أول الشارع من جوة، هذه أبو عبد الله هو الصعيدي، وإحنا عملناها هنا لأنه يعني حاجة ممتازة جدا. بطلع من باب الدار بلاقي قدامي حاجة يعني ألوان حلوة، زرع ورود، بعكس أول كنت أطلع من باب الدار ألاقي حاجات يعني كده مش مظبوطة كتير. فالشارع عندنا هنا كلهم من نفس الطبع هذا، كل واحد على باب داره بيحاول يكون نظيف وممتاز. بدي أنا كل هذه الأحياء اللي في قطاع غزة تكون نفس طبعنا هنا، يعني يطبعوا في اللي بنعمله هنا عشان تكون غزة نظيفة وجميلة ومناظر حلوة. يعني هذا الكلام لازم كل الشوارع في أحياء غزة تكون زي عندنا هنا. فالواحد يعني الحمد لله رب العالمين، حاجات يعني ممتازة طبعا ممتاز جدا كده. أنا مبسوط جدا، بس مش أنا كمان، كل أفراد الحارة هنا مبسوطين لأنه بيطلعوا من الصبح بلاقوا حاجات نظيفة وكويسة وورد، والأحياء كلها لازم تكون زي عندنا هنا. بقول للمؤسسات طبعا يدعموا الحاجات هذه، يدعموا الأحياء الثانية عشان تصير برضو زي عندنا هنا، غزة نظيفة وجميلة ونظيفة الحمد لله رب العالمين.